ناقض الوضوء يعني أشياء إذا حدثت عند الإنسان لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء الذي كان لديه، لابد من يتوضأ وضوء جديد. أنديزر زقطر سألهم بابشات هم زقور أجاجاما أنديزر شرشوك يشتجن هوي نمزري جني بجا. الخارج من السبيلين، من القبل، من الدبر، من ذكر، من أنثى. زقور بسألهم بابشات يجاما يبهمجا يبهمجا يبهش بول غائط مثلا ريح نعم غط حبس ساشم غورا ج يبهمجا قجاما. الثاني زوال العقل، كان يزول العقل يعني يفقد العقل إما بنوم نعم يطوانر يعقل الأجاما ساشم بابشا تخور جيا زيمججو أو يغمى عليه يه سزنانير فاكوة دا أو نسرعا فالسلامة سكر يشرب خمر يه بساسم بابشا لحم دشي خوما سخور شف خواما نعم. وأكل لحم الإبل لحم الجزور أو دا قبسو جمل فيربلود جواءم أبي يلر بشنور. إذا صنع شيئا من هذه الأشياء لابد من إعادة الوضوء، لا يصلي بلا وضوء. أبشش زغور يجامة يزغور أجخامة أما ليمؤو أن ديزرق يشتجنفه نمزري جني بجأ.